حقيقة أغرق الناس في الحديث عن تعدد الزوجات، وأطنب علماء الشريعة العظام في الحديث عن الجوانب الدينية، وبعض الإخوة من الجوانب الاجتماعية، لكن الجوانب النفسية أغفلت. تعدد الزوجات وأي قضية حياتية هي لها جوانب متعددة، منها الجانب النفسي. فكان لزاما على من يقبل على التعدد، وليس دعوة إلى التعدد وليس رفضا للتعدد، وإنما من يقبل على أمر مثل هذا سيضيف زوجة إلى زوجته ويجرح قلبها. وبنات الناس من سيتعدد بهن لسنا محط تجارب ولا حقل تجاربه، يجب أن يحترم هذا الشيء، يحترم زوجته التي معه ويحترم التي يقترن بها، أن يكون مؤهلا نفسيا أو غير مؤهل حتى يقبل أو لا يقبل. ثانية ورابعة وعاشرة أقول ليس دعوة له وليس رفضا له، لأنه قد يناسب ناسا دون أناس، ظروفا دون ظروف. ولذلك حينما أشار بعض علماء الشريعة أنه سنة، ليس معناه أن يناسب كل الرجال تماما. فإذا كانت ربما بعض الفرائض تسقط عن الإنسان حينما يكون مريضا، الحج كركن يسقط عمن لم يستطع إليه سبيله، الصوم قد يسقط عن المريض تماما حسب نوع مرضه، الزكاة تسقط لمن لم يجد، وهي أركان الإسلام. هذه السنة ألا تسقط؟ وإن كان بعض الرجال يدعي أنه يذهب إلى السنية، وفي الحقيقة ربما كان مراده شيئا آخر، لا تعارض مع ذلك المراد، وإن كان إشباعا غريزيا حقه، لكن احترم بنت الناس التي عندك وبنت الناس الأخرى.